هاي ساهمت الحركات الطلابية بالعالم بتحويل مجرى التاريخ بأكثر من محطة. غيرت اعتصامات غرينزبورو سنة 1960 التاريخ الأمريكي لما 4 طلاب سود بشمال كارولينا قعدوا على طاولة الغداء بأحد المطاعم خلافاً لقوانين الفصل العنصري، واعتصامهم يلي تطور وصل لـ50 مدينة ساهم بإنهاء الفصل العنصري بالأماكن العامة. بربيع 1968 انفجرت احتجاجات الطلاب بعدة بلدان من كولومبيا لبولندا لفرنسا ولأسباب مختلفة. كان لتحركاتهم أثر كبير بالحياة السياسية والثقافية خاصة بفرنسا. مين قال إنه الحركة الطلابية لعبت دور كبير بعدة مفاصل بتاريخ لبنان؟ أنا قال. شوفكم بكرة.